السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. حبايبي دازت تيمه ديال الكاطو ديالنا اللي درناه بنص كيلو ديال اللوز ونص كيلو ديال الدقيق، وخرجنا منه ثلاثة ديال الاشكال. عيدكم مبارك سعيد بالصحه والهنوك وجميع المتمنيات اللي كنتمنى شي حاجه يا ربي تحققها له في هذه السنه ان شاء الله، ويفرح ويفرح الجميع، والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله وترجع حياتنا كيف ما كانت واحسن يا حبيبي. يلا حبيبي اللي مازال ما شافش الفيديوهات اللي قبل يمشي يشوفهم، ما تنساوش تخليوا لي التعليق ديالكم الجميله ديالكم، ما تنساوش اللايكات. يلا هالبنات، عندنا نص كيلو ديال اللوز وغادي نديروا معاه نص كيلو ديال الدقيق، وغنديروا بها حلوه ديال سليلات. البنات كتجي غزاله رائعه، يعني في ما درتوها ديتوها او جا عندكم شي واحد كيكون الطبق ديالكم مميز. هنا البنات عندنا هنايا اللوز اللي سلقناه وغادي نشفوه وغادي نطحنوه مع السكر كيف العاده. وبالنسبه للبنات اللي ما باغيينش القرفه يقدروا يديروا القشره ديال الليمون او ديال البرتقال، يعني كل واحد يدير النكهه اللي بغى، او تقدري ديري الفاني او شي حاجه، المهم كتبقى المذاق على حسب كل واحد كل شخص. بالنسبه للبنات العجينه حتى هي غادي نحطها لكم فقط للتذكير، وما تنساوش ترجعوا للفيديوهات اللي قبل باش تعرفوا الكماله ديال هذا الفيديو هذا. يلا حبيبي غادي نخلط هذا وندوزو للعجين ان شاء الله. هانتوما البنات نص كيلو ديال الدقيق اللي درت معاكم البنات، يعني درت به الشكل الاول اللي هو الشريبلات، والشكل الثاني اللي وردت الياسمين، ودابا الشكل الثالث اللي هي السليلات. نص كيلو ديال الدقيق درت فيه جوج معالق كبار ديال السكر ثقيل، يعني السكر كلاسي، ها هما دوك كنغربلهم. غادي نديرهم معاه، وغادي ندير معاه البنات جوج المعالق كبار ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، يعني ما تذوبوهاش او شي حاجه، تكون بحراره المطبخ. البنات اللي شافت الدقيق مازال ناشف تقدر تزيد الزبده على حسب كل دقيق، لان خصنا تكون الدقيق خصنا يكون دقيق مرمل بالزبده باش كيجيونا فتيين بحال الشكل ديال عجينه الصابلي. وغادي نجمع العجين غير بماء الزهر، ما غاديش ندير الماء، غير بماء الزهر فقط. هانتوما البنات اللوز اللي كنت درت نص كيلو جا هكذا، اللي درت فيه انا السكر البني، والعجينه ديالنا هي هذه. ونبداو للتحضير. للتذكير البنات خديت جوج كويرات ديال العجينه ودرت فيهم واحده بالاحمر وواحده بالاخضر، يعني هاد جوج كويرات خدمت بهم الشكل الاول والثاني وهذا الثالث. يعني غير كنذكر البنات اللي ما شافوش الفيديوهات اللي من قبل. هانتوما البنات العجينه اللي بقات لي شويه من الخضره شويه من الحمراء شويه من البيضاء وشويه ديال اللوز، يعني نص كيلو نص كيلو تقسم على ثلاثة ديال الطريفات، هادشي اللي بقى لي بيه غادي نصوب السليلات ان شاء الله. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا اللوز، غادي نشدو غادي نفردتو مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا، وغادي نضيف عليه قشور ليمونه كامله، القشور ديال الليمون، تقدروا ديروا قشور ديال البرتقال حتى هو البنات، كتجي النكهه ديالو حتى هي غزاله وزوينه. لان غادي نضيفوا له البيض ضروري خاصنا الليمون او البرتقال، غادي ندير جوج حبات ديال البيض. وغادي نخلط مزيان، كنضيف نص معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات، يعني الخمارة ديال الحلوى البيكن باودر، وغادي نضيف له ماء الزهر. هذا عندي ماء الزهر مركز البنات، الريحه ديالو مجحده، غادي ندير غير معلقه صغيره.
ماء الزهر مع القشور ديال الليمون كتعطي واحد الريحه غزاله ورائعه. هنا البنات صافي غادي نرشو سطح العمل وغادي نسرحوا العجين ديالنا. هانتوما البنات كنسرحها كتكون رقيقة. هنا بقات واحد الحبة ديال اللوز غادي نخليها ماشي مشكل. غادي ناخدو القوالب، كل واحد يستعمل القياس اللي بغى. انا خديت هذا القالب هذا، وغادي نلبسوا العجينه في داك القالب. تقدروا تستعملوا البنات القالب ديال الاينوكس ولا الالومنيوم، كل واحد وشنو عنده، ولكن انا كنستعمل هادو لان عندي ديال الاينوكس ولكن عندي صغارين، انا بغيت نديرهم حجم يكون شويه اكبر. صدقوني البنات كيجيو سليلات روعه، تقدروا تستعملوهم بجميع المناسبات، علاش لا؟ واخا ديري غير 6 ديال الحبات وتسوقي بهم المائده ديالك، واخا يكون غيجيو عندك غير ضيوف تقدي انك ديريها مع انها العجينه هادي. عفوا البنات، عارفين التليفون. بالنسبه للعجينه تقدوا انكم تحتفظوا بها في المجمد، وتقدوا في نفس الوقت تحتفظوا حتى بديال اللوز، ماشي مشكل. استسمح البنات، واخا انني كندير المونتاج مع 5 ديال الصباح، ولكن التليفونات كيصونيو. صافي البنات، كيف كتشوفوا هنايا معليش نولي نعاود المونتاج لانني عييت، غادي نكمل. استسمح على الصوت وعلى الازعاج. البنات هنايا صافي القوالب ديالنا درنا لهم العجين، وغناخذوا الخليط وغادي نديروه. البنات ما تعمروش القوالب لان درنا فيهم الخميره، يعني غير النص، قل من النص لانها كتنفخ، وحنا ما محتاجينش باش نديرو بحال الشكل ديال لي مادلين، يعني كيكونوا بومبي عامرين، لا حنا باغيين غير العجين ديالنا تنفخ وتعمر لنا هذوك القوالب، لان مازال ان شاء الله غادي نديرو الديكور ديالنا اللي الفوق. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، حطوهم يعني متساويين، عينكم ميزانكم، اللي شتوها ناقصه زيدوها، واللي شتو فيها بزاف نقصوا منها. وانا كنشجع حتى البنوتات الصغار يتعلموا الحلوه ويتعلموا يديروا شكيلات زوينه وتكون راقيه. صوبوها لماماكم، صوبوها لخواتاتكم، صوبوها لكل شيء، راه سهله سهله سهله، خصكم غير تزعموا البنيتات. راه خاص غير الصبر وراه كلشي كيكون زوين. صافي البنات غادي نكملهم كاملين هكذايا ونديرهم في الفرن على نار مهيله باش يطيبوا على نار مهيله. دابا البنات الوقت اللي غادي يطيبوا فيه درتهم في الفران. دابا غادي ناخذ العجينه اللي عندي ملونه الحمراء والخضراء، وغنقطع منها غير واحد شويه
وغادي نشكلها على شكل حريبلات، يعني هكذا طويله. انتم غتشوفوا كيفاش غادي ندير لها. وباش ما تلصقلكمش في يدكم سكر كلاصي البنات، اللي ما بغاتش تجي تسكر تقدر دير دير نشا، يعني المايزينا. هانتوما البنات شفتوهم كيفاش درت لهم. وغادي نبقى نلاقي الريوس باش ما يتحلوش، وغادي نبقى كنلوي. واخا تقطعنا ماشي مشكل البنات، لان غنكونوا محتاجين غير طريفات صغار. واخا تقطع ماشي مشكل البنات. لان العجينه كتكون رطبه وفتيه، داكشي علاش كتقطع. هانتوما شتو البنات قطعات، مي ماشي مشكل، نخليوه حتى هذاك مازال غنحتاجوه نلويوها. هانتوما البنات غادي ناخد هذا، لانهم الاخرين عندي في الفرن، غادي ناخد هادو باش ناخد بهم العبار على القياس باش ندير لي ديدات ديال السليلات. وهذا اللي قطعت في الاول هو اللي غناخد عليه العبار ديال كل شيء، غادي نبقى نعبر فيه. انتم البنات انا ناخد به العبار، هانتوما البنات هكذا الا نبقى معاهم هكذا حتى غادي نكملهم كلهم نفس القياس. هانتوما كتشوفوا البنات نكملهم كاملين ونرجع معاكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. نبقى كنستفهم هنايا هانتوما على شكل جديدات ديال السليلات، باش منين نطيبهم يبقاو شادين لي هذاك العبار هكاك. واخا ما يكونوش قد قد البنات في العرض ولا في كل شيء ماشي مشكل، صافي غنستفهم هكذايا باش نطيبوهم. صافي البنات هانتوما كتشوفوهم طابو، كيجيو طيبين من الفوق ومن التحت محمرين. راه حنا ما كنحتاجوهمش باش يكونوا طالعين بحال شكل المادلين، لا خاصهم يجيو غير هكذا. دابا غادي نديرهم في الكويرطات، لان غادي نسقيهم البنات، نسقيهم بالعسل، يعني ضروري ندير الكويرطات. العسل هو سخنته مزيان، شوف راه كيفاش داير الرهوه. انا درت عسل حر، تقدروا ديروا نتوما اي حاجه، ديروا السكر هذاك اللي كيطيب او ديروا عسل، او الا كان عندكم المربى حتى هو تقدروا ديروه مع شويه ديال ما زهر وتسقيو به. المهم خصنا حنا محتاجين اننا نسقيوهم مزيان. غادي ندير لهم سقيه يعني زايده، ماشي غير ندهنهم، ولكن لا خاصني باش هذاك اللوز يشرب داك العسل، كيجيو لداخل عامرين بالعسل. انتم البنات شوفوا كيفاش سقيتهم بالعسل، مع العسل سخون كل شيء، خليتهم سقيتهم مزيان حتى تشربوا العسل مزيان. في الاخر هم كينشفوا لانهم كيشربوا. هادو هما هذوك الجديدات اللي خدمنا، دابا غادي نشدهم وغادي نبقى كنغرسهم على هذا الشكل هك. ضروري خصني لان شاد التليفون بيد، ضروري خصني جوج اليدين باش ما يتهرسوليش. غادي نركب لهم دوك الجديدات. هانتوما البنات كلهم ركبتهم هكذايا، شفتوهم البنات كيفاش كيجيو. دابا غادي ناخد العجينه ديال اللوز. تقدوا البنات اللي عندها العجينه ديال السكر بغات تخدم بها تخدم بها حتى هي، ولكن انا كنفضل هذه العجينه ديال اللوز. غادي ناخد هذه اللي في اللون الوردي يعني في الغوز، ودائما اما بنشا او سكر كلاصي باش كنسرحوهم. دابا غادي نسرحها مزيان.
هنا البنات بعد ما سرحناها غادي نولي نقطع على هذوك الجوانب باش كتجي مسرحة. صافي كنقطعها هكدايا يعني باش كتجيني طريفات صغار نقدر نهزهم في يدي، وكنضغط عليهم غير بالاصابع مع الجنيبات باش كتجي رقيقة بزاف. خصها تكون رقيقة، كل ما رقيقة كل ما كتكون زوينة. ونبداو نشكلوا الوردة، راه اسهل حاجة كتلويوها البنات، ولكن ما كتزيروش، تخليها تكون خفيفة مرخوفة هانتوما على هذا الشكل. ولتحت غادي نضغط باش نسدها، نقطع داك الزائد هنا. كان ولدي محمقني ما خلانيش نخدم في خاطري. صافي وناخد واحد السكين ونحاول نفتحها هكدايا غير شويه وصافي. شفتي البنات كي كتجي الورده؟ ناخد السليلة صافي وكنلصقها في الجنيب ديال ديك الجديدة. بطبيعة الحال دائما بالسكين باش كنحاول نلصقها. راه ساهلة البنات، ما تشوفوش هاك تقولوا انها غادي صعيبة ولا شي حاجة، راه خصغي تجربوها صافي كتجيك ساهلة. صافي البنات غادي نكمل. كيف كتشوفوا البنات هنايا صافي درت هذوك الوريدات الورديين يعني في الغوص، كل وحده درتها في جهه، وهذه الجهه اللي هنا وهنا غندير البويض يعني الوردات اللي غيكونوا في اللون الابيض. راه هما غير كتهدا، ومن بعد في الوسط ما بين الوردات غادي ندير دوك الوريقات اللي كتجي بحال الورقه. هانتوما البنات غادي نقطعهم بهاد القطعه هذا، وهذوك الرشيمات غادي نرشمهم بالسكين، غنديرهم ما بين الوردات صافي وغادي نسالي، غادي نكونوا سالينا. صافي البنات دابا ساليناهم، هانتوما كيف كتشوفوا رشيتهم شويه ديال هذاك التل، داك الزواق ديال الصقلي ولا التل ولا هذا، المهم داك الملون اللي كيعطي داك اللمعان. صافي الوريقه درتها ما بين كل ورده ورده كندير وريقه، وبقات لي العشينه درت بها وريدات اللي درتهم في الوسط باش ما يبقناش الوسط خاوي. كتولي عندنا سليله عامره بالورد يعني كيجيو غزالين البنات بصراحه، منظر غزال. تقدروا تستعملوهم في الاعياد، تقدروا تستعملوهم في اي مناسبه، في اعياد الميلاد حتى هما كيجيو زوينين، في عرس بحال دابا شي عروسه هكا في شي حنه تكون قدامها هاد البلاطو هكذا. بصراحه البنات كيجيو روعه روعه، غير ما تعكزوش عليهم راهم ساهلين والمراحل بسيطة، خاص غير البداية تكون من عندكم. يلا البنات كنشكركم بزاف 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 على التعاليق ديالكم الجميلة، شكرا لكم لحسن المتابعة، وعيدكم مبارك سعيد لانه مناسبة ديال عيد الفطر دابا. انا غنقولها لكم في فيديوهات بثلاثة، مع كل متمنياتي البنات ليكم بالسعادة والتوفيق لكل واحد شاف هاد الفيديو هذا. وما تنسونيش حبيبي من التعاليق ديال الجميلة، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم. كنشكركم حبايبي وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.